أعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، لغتي لغة القرآن تغنى بها الشعراء عبر الزمن، في أحشائها الدر كامل، في نطقها حلاوة اللسان، بها نزل الوحي على أشرف الخلق والثقلين. أنا لا أكتب حتى أشتهر، لا ولا أكتب كي أرقى الخبر، أنا لا أكتب إلا لغة سكنت في فؤادي منذ الصغر، لغة الضاد وما أجملها سأغنيها إلى أن أندست. اليوم أفاخر وأنادي لغتي يا فخ الأمجاد، أفديك بروح وفؤادي وأصونك رمزا لبلادي. لغتي يا لغة القرآن، لغتي حياك الرحمن، وبلفظك جاء القرآن يحدوك سدادا. فتح ضم ثم الجر أحلى الحركات، فوق حروفي أرسمها أضبط كلماتي. فتح ضم ثم الجر أحلى الحركات، فوق حروفي أرسمها أضبط كلماتي. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، يتشرف متعلم ومتعلمات المستوى السادس بإعداد معرض للغة العربية احتفاء بها. لغتي لغة الضاد، لغتي الفصحى دوما تبقى كنزا للأحفاد. هي ميراثي من أجدادي، لغتي لغة الضاد، لغتي الفصحى دوما تبقى كنزا للأحفاد. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، يسر تلامذة المستوى الثاني فوز 3 و4 تقديم حوار حول اللغة العربية. متى ظهرت اللغة العربية؟ لقد ظهرت اللغة العربية منذ سنوات طويلة جدا، وشار المؤرخون إلى أنها واحدة من اللغات السامية، وهي مجموعة اللغات الأقدم على مستوى العالم. هل تعرفين لماذا سميت اللغة العربية بلغة الضاد؟ نعم بالتأكيد، يرجع إطلاق هذا الاسم عن اللغة العربية نظرا إلى أنها اللغة الوحيدة على مستوى العالم التي تحتوي على حرف الضاد. ما أجمل اللغة العربية، شكرا لك رادة. لغتي لغتي ما أحلاها لغتي العربية، أكتب حرفي أقرأ كتبي أغني أغني. هذا الصباح إلى بيت حفيدتي ودت، فوجدها في انتظاره قال سدت: صباح الخير يا جدي، هل ستأخذني معك إلى مدرسة؟ وبمدرستي مع أصحابي تحلو أيامي، هيا نزين بالألوان حروف العربية. لغتي لغتي ما أحلاها لغتي العربية، أكتب حرفي أقرأ كتبي أغني. الفصاحة إنني لك عاشق، نحو وصرف ثم علم بلاغة، صب أنا في حبك مفتون. ما أحلاها لغتي العربية، أكتب حرفي أقرأ كتبي أغني أغنية. باء لام دال ياء بلدي أحميها، راء واو حاء ياء روحي تفديها، عين عربية لغتي وأفصح ناطقا بلسانها نور الهدى المحمود. صلوا على خير الأنام المصطفى، من قوله وكلامه موزون. عربية
عربية لغتي وأفخر أنني بحروفها مني الكلام يكون. لغة بها القرآن أنزل للسان صدق في الورى وعيون.